أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أينما كنتم في بداية هذه الحلقة من برنامجكم منبر المواطن. مشاهدينا، سنناقش آخر تطورات الجائحة وجديد آليات الحد من انتشار الوباء العالمي كوفيد-19. فما عليكم أعزائنا الكرام إلا أن تبادروا بالتلقيح والمحافظة على تطبيق الإجراءات الاحترازية. مشاهدينا، أكدت المصالح الصحية الوطنية أنها لقحت حتى الآن 220 ألف شخص بالبلاد، موضحة أنها تتوفر في الوقت الحالي على 500 ألف لقاح، ومن المتوقع أن تؤمن بعض اللقاحات قبل نهاية العام الجاري. وتعمل السلطات الصحية حاليا على تلقيح 300 ألف شخص على عموم التراب الوطني بغية رفع نسبة التلقيح، ومؤكدة في الوقت نفسه أن اللقاح متوفر في كل المراكز الصحية، ومن المنتظر أن تتواصل حملات التلقيح بشكل أكثر انطلاقا من أن التلقيح اليوم بات من أفضل الوسائل وأكثرها فاعلية في محاربة الجائحة والحد من الحالات الحرجة والوفاة. فما هي آخر تطورات الجائحة على المستوى الوطني، وما هي الاستراتيجية التي ستعتمدها وزارة الصحة لتلقيح 300 ألف شخص على عموم التراب الوطني، وما خطط القطاع المستقبلية من أجل رفع نسبة الملقحين؟ هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا مشاهدينا الكرام أن نطرحها على ضيفي الكريمين، السيد محمد محمود الآلي محمود، المدير العام للصحة وكالة، شكرا لكم على قبول الدعوة دكتور. شكرا جزيلا. وايضا محمد، وايضا المدير الجهوي للعمل الصحي بولايه الاعصاب محمد الاحمد والعبدي، شكرا لكم على قبول الدعوه دكتور. لكن قبل ذلك مشاهدينا الكرام، نتابع الورقه التمهيديه التاليه عن الموضوع مع محمد العتيق. كوفيد-19 مرض فتاك يطبق بوطأته الشديدة على البشرية جمعاء، دافعا إياها إلى التواري والاختباء خلف حجب من الخوف والعجز. فمنذ سنتين والعالم لم يهنأ بعيش ولم يأمن من خوف، فما إن يحاول التقاط أنفاسه حتى تفاجئه موجة جديدة من انتشار الوباء تكون أشد وأعنف من التي سبقتها. هكذا هو حال بلادنا مع هذا الوباء الخطير، فهي تمر منذ أسابيع بثالث موجات انتشاره، واقع دفع بالسلطات إلى تشديد الإجراءات الاحترازية وتكثيف حملات التوعية بسبل الوقاية من المرض، فهي الوسيلة الفضلى للتخفيف من حدة موجات انتشاره. إلا أن التلقيح يبقى طوق الأمان الأمثل، فقد ذهبت جل الدراسات وأقوال العارفين بخفايا هذا الفيروس الخطير إلى أن اللقاح يعد فرصة للتخلص من قبضة هذا المرض الذي أرعب البشر وعطل المصالح المادية وأوقف سيرورة الحياة العامة. لقد علمتنا الحياة في ظل كورونا أن عدم الالتزام بسبل الوقاية المعروفة أو التراخي في تطبيقها هو السبب الأهم في تفشي موجات انتشار الوباء، لذا تقرر الالتزام الصارم بسبل الوقاية، فبها ستتخطى البلاد هذه الموجة بأقل الخسائر كما فعلت من قبل. أهلا بكم من جديد مشاهدنا. بداية دكتور، لو بدنا معكم، ما هي آخر تطورات الجائحة على المستوى الوطني اليوم؟ شكرا جزيلا. بالنسبة لتطورات الجائحة، للأسف الشديد هذا الأسبوع يشهد تعدي جميع الأرقام القياسية، من حيث عدد الإصابات اللي بلغ 2224 خلال هذا الأسبوع اللي هو الأسبوع 31 من السنة. بلغ عدد الوفيات للأسف في هذا الأسبوع 38. بلغت حالات الحجز خلال هذا الأسبوع 218، من ضمنها 61 بحالات حرجة. نسبة الإيجابية في الفحوص اللي هو مؤشر مهم جدا من تطور الوباء، بلغ زاد هو ملي رقم مخيف اللي هو 17% من الفحوص المجرات كانت إيجابية. هذه الأرقام نرجو لأنها تعود هي ذروة في الموجة الثالثة، وأن عقبها يبدأ تناقص أعداد الإصابات، لأنها كنا في تصاعد شديد جدا، وابتداء من الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع مازال فم زيادة، إلا أنها تعتبر أقل وتيرة من الزيادة لذاك الأسبوع مقارنة باللي قبله. هذه كيف قلت الوضعية الوبائية في الموجة الثالثة تعدات بشكل كبير الموجة الثانية اللي كانت هي بدورها مولي تعدات الموجة الأولى. الظرف اللي خلقت فيه هذه الموجة هي ظرف خاص
لأن نفس الظرف من قدر الموجة الأولى والموجة الثانية كانت الناس أكثر حذر، كانت الناس أكثر التزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، كانت حتى الإجراءات المطبقة كانت أشد من هذه المطبقة ذرك. والحالة الإيجابية دكتور ذاك راجع ليش؟ فتعود للأسف الشديد، للأسف الشديد المآسي حين نتعود عليها نعود لم تعد مآسي، نعود توف، نعود توف للأسف الشديد ما تلات بنفس وقعها مع بداية مجهر المرة الأولى، إلا أن الأمل في هذه المرة على أن الحمد لله في ظل وجود تلقيح ما كان موجود سابق هذا، نتوقع إن شاء الله على أن أعداد الوفيات على أنها ما هي لا تكبر ذاك من كبر حتى بها الملقحين، لأن عادة الأشخاص الملقحين ما تمسهم ذيك ما يلحقوا مرحلة التنفس، لا نهائيا ما يلحقوا المرحلة الحرجة، وبالتالي العدد الملقح دائما يسلك ويعود منقوص من ذيك أعداد الإصابات الحرجة وأعداد الوفيات بإذن الله. هذا هو الأمل، ووزارة الصحة والله الحكومة الموريتانية بصفة عامة عاكفة ذو الأيام للتحضير الحملة الكبرى للتلقيح من أجل تلافي الأشخاص المسنين أولا، الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة لأنهم إلين يلقحوا حتى بعد يومين أو ثلاثة من التلقيح تبدأ حماية بدرجة معينة، وذيك الحماية تبدأ تتزايد إلين توصل لذروتها بعد أيام، إلا أنها مهما كانت تعتبر حماية. طبعا هذا بالإضافة لتشخيص تلقيح ضرك، عندنا مستهدفين المجتمع بصفة عامة بأن الحمد لله عدد اللقاحات المتوفرة عادت تسمح لنا باستراتيجية تقدمية شوي من قد التلقيح، لنظر مقبلين على تلقيح جميع الأشخاص البالغين فوق 18 سنة، عادوا دخلوا في الفئة المستهدفة والفئة اللي لها تستفاد من حقها في هذا التلقيح. دكتور، تحدثت عن هذه المرحلة اللي لحقنا، هي المرحلة الثالثة من الموجة الثالثة لكوفيد 19 اللي لحقنا فيها ضرك من الأعداد، أنه مو طبيعي، أنه متزايد مرتفع جدا. ندرى شن هي الآليات اللي تتبعوا من أجل الكشف اليومي عن عدد الحالات؟ بالنسبة لاستراتيجية الوزارة هي عاكفة منذ مدة على هذه الاستراتيجية المزدوجة اللي هي من جهة استراتيجية الفحص، جميع المراكز والنقاط الصحية تشجع على تعدل أعداد من الفحوص يومية، يعني كل نقطة ومركز صحي عنده أن سي ما يعتقد عنه من قد الفحوص اليومي، مثلا جميع الأشخاص اللي مشتبه فيهم بالإضافة للأشخاص اللي مسنين واللي عندهم أمراض مزمنة لين يوصلوا نقطة أو مركز صحي يالتهم أوتوماتيك ما هي ينفحصوا. هذه الفحوص تمكننا من ربح الوقت على الفيروس، لأن كل ما كانت عندنا معلومة بإيجابية شخص معين لاهي ذاك يزيد احتمالية محافظته هو الشخص من عدوى الآخرين، ويزيد مولي احتمالية محافظة الآخرين من عدوى، ويعطي مكننا احنا من المتابعين في ذيك الفترة اللي فوت فيها يعدي، ومن المتابعين متابعتهم اللي حصر مخالطين ومتابعتهم. هذه استراتيجية الفحوص ارتفعنا فيها الحمد لله من مقارنة بالموجة الأولى والموجة الثانية، كان عدد الفحوص قليل جدا، حتى أعلنوا من الأيام اللي ما يلحقها 500 اليوم عندنا نتراوح بين 2000 و500 و3000 حسب الأيام، يخلق على المستوى الوطني، على المستوى الوطني يخلق تناقص شوي في أيام الراحات، ويزيد في أيام ذروت العمل الأسبوعي، إلا أن نتراوح دائما بين 2500 و3000، وهذه نسبة مقبولة جدا والله قاع جيدة جدا مقارنة بأسر من 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 دول الجوار. هذه الاستراتيجية كيف قلت تتمكن من حصر عدوائية الفيروس. فم استراتيجية التلقيح زاد هي مالي
اللي ماشية بالتزامن معها واللي بدأت مع بداية عملية التلقيح شهر مارس الماضي. لكن دكتور قبل أن نصل إلى مرحلة التلقيح، هذه الأرقام 2500 بشكل يومي، من رأيك كانها ما تعطي على أن الصورة ربما اللي تقدموا أنها ما هي صورة حقيقية هي النهائية، لأنه توما ما تلقحوا أكبر كم ممكن، ما نفحصوا أكبر كم ممكن، ما نفحصوا أكبر كم ممكن. هي مجرد أرقام تقريبية لزوار المستشفيات، وخاصة غالبيتهم من المسافرين، والله الناس اللي ظهرت عندهم أعراض والله عادوا يطلبوا على أنهم استشارات طبية. بالنسبة الرقم المسافرين فيهم يبلغ تقريبا سدس الرقم، يبلغ سدس الرقم، وهو زاد، هو اللي مؤشر زاد، هو مهم بالنسبة لنا، به اللي يعطينا نسبة الإيجابية في المجتمع، به اللي هو يعتبر عينة شبه عشوائية، وبه اللي جاي الواقيج اللي جايين ما هم حاسين بشيء، يعتبر عينة شبه عشوائية، وبالتالي دائما مهم عندنا متابعتها لأنها تعطينا فكرة على نسبة الإيجابية في المجتمع بصفة عامة. طبعا من قال أن الرقم اللي ينشاف من الحالات الإيجابية هو لا الجزء الباين من جبل الجليد، نقارع لأنه دائما يعود يشكل العشر الحقيقي لعدد الإصابات. فمن مؤشرات أكثر مصداقية اللي هي مؤشر مثلا الوفيات، يجي يعطيك تقريبا فكرة به للوفيات كاملة، لا هي تعود مع الاستراتيجية اللي احنا عاملين بها، واللي فحص جميع الوفيات اللي ما عندهم سبب وفاة وهو واضح، ينفحصوا وينجبر فيهم إيجابيين وينحسبوا، بالتالي عدد الوفيات بالإضافة للوفيات المرتبطة بصفة مباشرة بكوفيد، هذا عدد الوفيات يعطي صورة شبه أكثر دقة عن العدد الحقيقي به لنسبة الوفيات معروفة عادة في كوفيد، وبالتالي يعطينا فكرة على الرقم الحقيقي. ما هو بعيد الرقم بين اللي عندنا نسبة كيف قلت لك من الفحوص مقبولة جداً مقارنة مع المعايير الدولية، حتى المعايير الدولية، حتى الدول الكبار اللي نشوف عدد الفحوص فيها وتقارنوا بنسبة السكان، نسبة السكان وتشوف عدد الفحوص عندنا وتقارنهم تجبر الأرقام مقبولة جدا اللي عندنا، وتمكن من إعطاء صورة شبه حقيقية عن الأرقام اللي أرقام كوفيد. هذه كانت تنقال في بداية الجائحة وما زالت عندنا ذيك الساعة بعض من النواقص، إلى أن الحمد لله تم التغلب عليها وتمم اللي اكتسبنا تجربة في ذي الواير معينة، بالإضافة الحمد لله الجدية تم اللي العاملين في المجال ده هو عندهم قدر من المهنية ويعملوا بجدية، وذاك اللي له يعدوا لها شبه عاد فيه ثقة المواطن وفيه ثقة الناس كاملة. جميل دكتور، سنعود إليكم الآن، سنحاول الاتصال بالمدير الجهوي للعمل صاحب ولاية العصابة محمد أحمد العبدي. تسمعني دكتور؟ دكتور، بداية ما هي وضعية الحالة الوبائية على مستوى ولاية كيفا، وما مدى الإقبال على أخذ اللقاح حتى اليوم؟ نعم، ما أسمع السؤال. سؤال، ما هي الوضعية الوبائية على مستوى ولاية كيفا، وما مدى الإقبال على أخذ اللقاح؟ شكراً، أشكركم الموريتانية على إتاحة الفرصة. الوضعية الوبائية كيف قال المدير العام على مستوى ولاية العصابة على غرار باقي الوطن، شهد الأسبوع الماضي اللي هو الأسبوع 31 زيادة، كانت عندنا تسجيل 111 حالة خلال الأسبوع الماضي، بدل 90 حالة خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي. اليوم جميع المسجل 1118 حالة على مستوى الولاية منذ بداية الجائحة، عندنا واحد محتجز وحجز، وعندنا 101 حالة نشطة. جميل، شنو قراءتكم دكتور لهذه الأرقام؟ التحول من 90 إلى 121، هل هو ناتج لعدم المحافظة على الإجراءات الاحترازية أم ماذا؟ فيما ترجعون هذا الرقم التصاعدي؟ كما قلت لك
كما تعلمون في الوبائيات ما دام المنحنى صاعد معناها فما زالت الوقاية ما فات انقبلت الإجراءات اللازمة بشكل فعال. عندما تأخذ الإجراءات اللازمة بشكل فعال يعني منها المعايير والله الإجراءات الاحترازية والله اللقاح يبدأ نصل القمة ويبدأ المنحنى في التصاعد إن شاء الله. لكن هناك مازال بعض المواطنين ما يقبل الإجراءات بشكل كامل، وما دام هناك معناه أنه لا يتم يتم لا لا لا, لا نأمل إن شاء الله أنه يتوقف مع إن شاء الله حملات التلقيح ومع وعي المواطنين عن ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية الواقية بإذن الله من هذا المرض. دكتور جميل، لكن ما مدى الإقبال على اللقاح وهل هو فعلا يحد من انتشار الوباء انطلاقا من المعطيات الموجودة أمامكم على مستوى كيف كعينة؟ نعم شكرا. أول اللقاح فيه إقبال، المواطنين مع الموجة الثانية بدأوا يوعوا ضرورة التلقيح، لأنهم بدأوا يشوفوا أيضا الحمد لله الناس اللي ملقحة مكملة لقاح عنها الأعراض تعود خفيفة عليها وبدون أعراض كيف هذا، وهذا يقد سبب الحمد لله في ارتفاع عدد الناس اللي مقبلة على التلقيح في الأيام الأخيرة قبل هذه الحملة الحمد لله. وغير هذا النتائج تظهر اللافات وسائل الدفاع كونت الوقاية للفيروس مضادات الفيروس في الجسم، وهذا يتطلب أسبوع إلى أسبوعين كما تعلمون. جميل دكتور، لكن على مستوى خارج الولاية على مستوى القرى والمقاطعات والبلديات ما مدى الإقبال هناك، وهل هناك من حملات تلقيح لهؤلاء؟ كل النقاط الصحية والمراكز الصحية واللي فيها سلسلة تبريد يمكنها حفظ اللقاح فيها التلقيح، موجود فيها التلقيح بالأنواع الاثنان اللي هو أسترازينيكا للجرعة الثانية وكذلك سينوفارم للجرعة الأولى والثانية. والإقبال يتزايد الحمد لله بوعي المواطنين والله توعيتهم اللي عن طريق وسائل الإعلام العمومية التلفزة مشكورة وكذلك الإذاعة وكذلك بعض الوسائل الخصوصية وكذلك حملات المجتمع المدني اللي يقودها وكذلك المنتخبون والإدارة هذا كامل وكذلك المراكز الصحية أو البنى الصحية بشكل عام كلها فيها فرق أو أحد الأشخاص مكلف بالتوعية حول هذا المرض وكذلك مراقبة اتخاذ الإجراءات في هذه البنى الصحية لمنع انتشار المرض عن طريق هذه البنى الصحية على عموم الولاية. دكتور تحدثتم عن جميع الأماكن الموجودة فيها أجهزة التبريد هي متوفرة على اللقاح، بمعنى أن هناك أماكن لا تحصل على ليست متوفرة على أجهزة التبريد، ما هي هذه الأماكن أو المراكز؟ هذه الأماكن هذه ليست مراكز، هذه الأماكن أو القرى التي لا توجد فيها بنى صحية أو بعض المراكز التي توجد بها بنى صحية، لكن هذه أيضا يمكن الوصول لها وتلقيحها عن طريق الحملات المتقدمة اللي تعدل دائما على بعد مسافات ما هي بعيدة حتى، لكن في المسافات اللي بعيدة حتى لابد لها من الحملات أو الفرق المتنقلة اللي تبدأ إن شاء الله العمل خلال هاي الحملة إن شاء الله. جميل دكتور، لكن كيف ستتم المحافظة على هذه اللقاحات بالنسبة للأماكن التي تحتاج تنقل؟ نعم أغلب المراكز الصحية أو النقاط الصحية في الولاية تحتوي على سلسلة تبريد،
وبالتالي يمكن تزويد الفرق المتنقلة للمناطق الأبعد عن طريق هذه مراكز التبريد هذه المتوفرة في النقاط الصحية. جميل جدا دكتور، سنعود إليك في وقت لاحق، أما الآن فنتابع تقريرا عن الموضوع. هذا الاجتماع التحضيري المنعقد بين وزيري الصحة والداخلية واللامركزية وولاة نواكشوط الثلاث والمديرين الجهويين للعمل الصحي على مستوى ولاية نواكشوط وعبر تقنية الفيديو مع المديرين الجهويين للعمل الصحي في الولايات الداخلية يأتي في إطار وضع اللمسات التحضيرية للحملة الوطنية للتلقيح ضد جائحة كوفيد-19 التي ستبدأ الخميس المقبل. وزير الصحة بيّن عقب هذا الاجتماع أن الهدف منه هو تعبئة السلطات الإدارية والصحية حول تدارس مجريات الحملة وما تتطلب من تجهيزات لوجستية وبشرية. الاجتماع كان يهدف إلى تعبئة السلطات الإدارية والسلطات الصحية على جميع كافة الولايات وتدارس مجريات الحملة مع هذا المسؤولين على المستوى الجهوي، وتم في عرض ورقة فنية عن طريقة تنفيذ الحملة، وركز في معالي وزير الداخلية على كل الإجراءات اللي تم اتخاذها من قبل اللجنة الوزارية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية، وحث السلطات الإدارية على الصرامة في تنفيذ ذيك الإجراءات ومتابعتها، سواء فيما يخص ارتداء الكمامات بشكل إجباري في الأماكن العمومية، السهر على ذاك ومتابعته، أيضا حظر كل التجمعات مهما كانت، وحتى اللي منها كان مرخصا تم تعليق كل ترخيص للتجمعات، وحث معالي الوزير الولايات على الحرص على تنفيذ هذه الإجراءات بحذافيرها وبكل دقة، وطبعا تناولنا الحملة وطريقة تنظيمها وأعطينا التوجيهات لازمة بمجال المجالات الفنية المتعلقة بعملية التلقيح، كما في المجالات التنظيمية، وأيضا أعطينا تعليمات وتوجيهات متعلقة بعملية التحسيس حول هذه الحملة اللي يالتها ورك تتحول نوعا ما شور الشراكة مع جميع الفاعلين المحليين، سواء منظمات المجتمع المدني، المنظمات الشبابية، المنظمات النسائية، المنتخبون، الفاعلين على المستوى المحلي، يلا كاملين تعبئ الطاقات كاملة ويعودوا شركاء حقيقيين في عملية تنفيذ الحملة. وشدد وزير الصحة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المعنية للحد من انتشار الجائحة، داعيا المواطنين إلى التوجه إلى مراكز التلقيح خاصة المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة منعا لانتشار الوباء وتفاديا لضرره على المجتمع والدولة. أهلا بكم من جديد دكتور، نعود إليكم. ما هي الاستراتيجية التي سيعتمد قطاعكم لتلقيح 300 شخص على عموم التراب الوطني؟ بالنسبة للاستراتيجية، استراتيجية التلقيح، الحمد لله مع توفر لقاحات في الأيام الأخيرة كان في عمل جبار من أجل الحصول على اللقاحات عن طريق انتساب موريتانيا، كانت من أول الدول المنتسبة للمبادرات العالمية والمبادرات في شبه المنطقة من أجل الولوج للقاح بالنسبة للدول النامية عن طريق هذه المبادرات اللي هما أساسا ثنتين، مبادرة كوفاكس ومبادرة أفات.
لهن تمكنوا من تمكننا ولهن تمكنوا من اقتناء هذه اللقاحات الذهبيه، بالاضافه للعلاقات الثنائيه بين موريتانيا وبعض اخوتها واشقائها اللي زادت تمكننا من خلاله من اقتناء هذه اللقاحات. وتم الاقتناء نسبة منهم تعتبر الأعلى في دول شبه المنطقة مقارنة بنسب السكان مقارنة بالديمغرافيا. خلق ملاحظين على أنه خلق تباطؤ في بداية التلقيح، وكان سببه الأساسي هذه الحملات المضادة والمغرضة اللي تعرض لها اللقاح، واللي عدلنا حملة أولية كانت من 3 أيام يوم 15-16-17 من يونيو الماضي، وأعطت نتائج إيجابية. تم خلال هذه الأيام الثلاثة تلقيح 110,000 رقاش. نفس الاستراتيجية هي من أصل كم دكتور؟ 110,000 رقاش، لا شفت هو الأصل 1,600,000 هي الهدف عندنا إحنا إياك نلقحوها. معناها أن لين نعود ندخل حملة نهدف بها الاستعمار الموجود عندنا من اللقاحات، بين اللي ما نهدفوا ذيك 1,600,000 اللي ما فات توفرت عندنا في الوقت الحالي، يقال لنا حصلوا على 300 منها والله لا 500 والله لا 100، نعدلوا حمله ياكنا نوصلوها كامله لعدد من المستهدفين. بالنسبه للحمله الماضيه طبعا كنا مستهدفين فيها الاشخاص فوق 45 سنه. لارك لا يستهدفوا الأشخاص فوق 18 سنة، وذاك يزيد من 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 الشريحة المستهدفة. اليوم عندنا 300,000 من لقاح جونسون أند جونسون، هذا اللقاح اللي جابرين جديد، لهن عدلوا به الحملة من 12 إلى 19 مدة 7 أيام، ومتوقع طبعا على إنها الدور اللي تستخدم فيه ذيك 300,000، ذاك هو اللي راجين واللي متوقعين. لا هي تتلبها حملة أخرى عقبها تقريبا بأسبوع تقريبا من يوم 24 إلى يوم 30، هاي الحملة من أجل تعويض الجرعة الثانية للناس اللي استفادت ذيك الحملة الأولى من جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا. لا هي تعدل لهم ذي الحملة مستهدفة ذاتية مولي استعمال 164,000 من لقاح أسترازينيكا، بالإضافة لعدد غير محدود من لقاح سينوفارم، معناها يعني الجرعة الثانية ذاك الحاصل من هذاك الوقت من لقاح سينوفار. إلين يوفاو هذه الحملات الثنتين لا نعود قايلين أعلننا لقحنا بعدد تقريبا ذيك 300,000 زايد 200,000 إلى 250,000 من أكمل الجرعة اللي هي تعود، بالإضافة اللي نعود لقحنا تقريبا قريب بين 500,000 و600,000. لا هي تتلبهم حملة ثالثة، لا يتعدل من يوم 7 شتنبر عقبهم تقريبا باش عقبهم بأسبوع مولي، من يوم 7 شتنبر إلى يوم 13 لا يتفوت زاد هي مولي 7 أيام، ولا هي تستهدف 350,000، لا هي توصلنا من اللقاح نفس اللقاح اللي قالوا جونسون عن جونسون واللي بالمناسبة وحيد الجرعة. لا هي تزاد تمكننا من ذيك 500,000 إلى 600,000 نزيدوها ب 350,000، هذا طبعا كامل باستمرار اللقاح الروتيني، بين اللي يوميا الحمد لله اليوم نعدل 5,006، متوقعين ذيك 5,000 تعدل يوميا، 3,4,5 اللي تعدل الأرض، متوقعين على انها لا يتم لا زياده على ذيك بنفس الوتيره، على طبعا اللي نستعمله بنفس الوتيره لا يتم لا زياده، ولين تتم ذيك الزياده لاهي ذاك يرفع الهدف الاساسي علينا في يوم 15 سبتمبر اللي هو تقريبا عقب شهر من ذي العملية كاملة. نتوقع أن نوصل لقرابة 1,000,000 من ملقحين بجرعة أولى، وتقريبا قريب من 800,000 من الملقحين اللي أكملوا عملية التلقيح. وطبعا ما زالت فيه في الأفق لقاحات أخرى متوقعين علنها توصل عن طريق نفس الميكانيزمات اللي نتعاملوا بهم. معناها شنو هو معناها هذا الفصل الأخير من السنة زاد هو ملي فيه قدر من 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 الفرص الموريتانية كنا نقتناو لقاحات
جديدة وتمكننا من نوصل ذيك الأرقام الذكية. الهدف الأخير هي ذيك تقريبا نسبة 64% إلى 67% من المواطنين اللي لا يتمكننا من الوصول لهذين قالوا المناعة ضد الفيروس المناعة المجتمعية المناعة المجتمعية. دكتور الناس جونسون أند جونسون ما فات على تعرفه هو جرعة واحدة من دراش لا يتحدهم عنه إياك يطمئنوا له يرتاحوا طبعا رغم ما حيك عليه فات مش هو ما خارج شي ما لا هي الحاكة اللي هو الله له مولانا لأن قال لأن لقاح بوحايم رونديك ساعة ولقاح الجدري فيها وساعة بنا خلقوا احنا لأنهم كانت الناس تهرب منهم وظرك ظرف خاص جدا به اللي ضرب فيه وسائل التواصل الاجتماعي وفيه المعلومات المغلوطة وفيه ياسر مشي تعرف لأنه قاعد في الحياة العادية ياسر مشي ما يقدر يسيطر عليه لقاحات كاملة تخطاتك المراحل التجريبية وآمنة كاملة إلين تري يكلم عنها إن قالك تسبب 7 حالات في المليون من المرض المعين شيء لا أساس له علمي ولا عنده أي علاقة يسوى هي شنو إن قالك فم جرعات كونتامينية مثلا تعرضوا له هو عادي شو تخزين مثلا هي الأغذية اللي تتلف تنسرق وتنحرق والدول فارق تاريخه ينحرق قال هذا ما يقول على أن الدواء خاسر والغذاء اللي ينحرق به اللي فارق تاريخه ما ينقال لأن الغذاء كامل خاسر لا هو لقاح آمن جدا استعملته دول عظمى تخطى عنده جميع السيرتيفيكا اللي ضروريين لاستعماله طبعا وكالة الغذاء والدواء الأمريكية مشرعته الوكالة الأوروبية عنده جميع شين قال لهم للسيرتيفيكا اللي الله يعني وعلى على 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 السلم العالمي يعتبر من 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 3 أو 4 لقاحاتهم الأولين من قد نسبة الحماية من 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 الحالات الخطيرة ومن قد مولي نسبة الحماية من من انتشار المرض جميل. وبالتالي ما قد ينقال عليه كونه كيف موريتاني ما فاوضنا قاع أساسا على اللقاحات اللي تعتبر درجة ثانية من ساعة اللي بدأنا فاوضنا ودخلنا ألاف اللقاحات الأولى واللي استعملته في أوروبا واللي استعملته في الدول دول عندها أنظمة صحية متطورة وعندها أنظمة مراقبة متطورة وذاك هو اللي ذيك الفئة هي اللي اخترنا نعودوا منها وهي هي اللي اخترنا نستعملوا لها المسائل اللي استعملت لها. جميل دكتور أنتم حتى الآن فتوا لقحتوا 220,000 شخص حسب آخر كجرعة أولى ومقبلين على 300,000 وندرى شن هي توقعاتكم وشن هو الأمور اللي محفزتكم أنكم توصلوا للرقم؟ عندنا تجارب ماضية قاع مع لقاحات أخرى هي عملية تنظيمية إلى أن يعود اللي ما فهم رفض شديد جدا من قد المواطنين واللي الحمد لله ما تلا خالق ضار تنظيميا نحن أرصدنا عدد من الفرق الكافي للعملية اللي هي وعدد من اللقاحات الكافية للعملية اللي هي وعندنا فئة مستهدفة قد الفئة 5 مرات والله 6 وبالتالي ما فهم شيء يقول علينا ما أننا له نوصل لهذا الرقم به اللي هو لا طريقة هو لا طريقة عمل نعرفوها ارتصدوا لها وسائلها والنتائج عادة ما فهم شيء يقول لنا من اللي نوصلوا له طبعا نقدر نوصلوا له جميل لين حاولوا نربطوا معنا دكتور المدير الجوي للعمل صاحب ولاية الأصابع دكتورة تسمعوني دكتور ما هي نوعية العلاقة بين السلطات الصحية والإدارية هناك من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء على مستوى ولاية الأصابع دكتورة تسمعنا؟
إذا نتابع عينة من آراء بعض المواطنين على مستوى العاصمة نواكشوط، بعدها نعود للنقاش. أنا قايد من المواطنين كامل والناس كاملة، أنا أتعدى شنقر سياسة تفاعل اجتماعي وتدير كمامات وتم يصلوا إليهم وعدوا التلقيح، عدوا إدارة الناس كاملة توجه شو التلقيح يا كاش يا كنير صعنا الحر. أنا لقحت الله إلا لقحت عدد التلقيح اللي هو عدد التلقيح والله العدد التلقيح. طالب المواطنين كاملين أنهم يلتزموا إجراءات الاحترازية وأنها تلتزم ذلك قالوا الكمامات وذلك قالوا التباعد الاجتماعي وتعود مقبلة على ذلك قالوا اللقاح. أهل الناس يا الله وتعدى استخبار جيد على الدقة والدق كامل وتقاح لي. أنا أشوف على الوسائل التواصل الاجتماعي أعلن الناس ياسر منها يكتب يقول ان دار تنقرع عنكم فرفه، انتم الدار تنقرع عنكم فرفه، عدلوا لعدل الاوروبيين، عدلوا استخبار متين على الدقه ودقوا كامل دقت منهم 80% ولا 90% في بريطانيا، وعدلوا انتم استخبار على الدقه. انا هذا اللي نتكلم في الدقه، ما زالت الدقه ولين عدلها ولين ديرها، ما ينفع فيها شيء نحث عليها الناس اللي نعرف واللي ما نعرف. ويا الله الناس دق كامله. الوقايه منه ولا حد يتم يدير الكمامه ولا التباعد الاجتماعي وحد يتم يعاق ما يجي ولا يدخل بل ولا بل له ما صقل يجي سبق في رفابو صقل يجي وعقمهم ياك ما يجر العدوى لهلو والمقربين منه الناس اللي يبقي ولا ينحث على روايه ضروره الدقه. الدقه الدوله صرفت فيها المليارات صرفت فيها المليارات، معناها انها لو كانت ما فيها فايده ما صرف فيها الدوله ذا من المال، وهي لا وقايه. حد داير الدقه وجبار كورونا تاثيراته عليه ما يكي تاثير حد ما قط لقح ولا ما قط دار هذه الدقه. انا طالبين من المواطنين والمواطنات انهم يطبقوا الاجراءات الاحترازيه وانهم هم اللي يبادروا باللقاح، انهم يقيسوا المراكز كاملة ويجيروا اللقاح. مطالب من الناس كاملة تدق، وهذا الفيروس الفتاك اللي ينقالوا دلتا راهو خطير موكت الفيروسات الثانية. مطالب من الجميع انهم يلقحوا يجيروا اللقاح. دكتور، كيف تعلقون على هذه عينة الآراء التي عبر عنها بعض المواطنين بالعاصمة نواكشوط حول ضرورة أخذ اللقاح والحفاظ على سبل الوقاية؟ طبعا هذا لين يعود قبضة عينة من المواطنين من خمسة رواقيج والله ستة وذر قالوا كاملين ما في خطأ واحد، معناها أن الحمد لله يطمئن أن الحمد لله الرسالة واصلت على أن اليوم الإجراءات الاحترازية مات له قل المولانا مواطن مات له يعرفهم، والدقة قل المولانا مواطن مات له يعرف أهميتها ويعرف ذلي نتيجتها، وبالتالي هذا مطمئن جدا وراجين على أنه يعطي نتيجته من قد الص من جهة التزام المواطنين بذلي يعرفوا ومن قد ما اللي إقبالهم على الدقة اللي زادهم اللي يعرفوا أهميتها ويعرفوا فائدتها. جميل. الآن نحاول أن نربط الاتصال بالمدير الجهوي للعمل الصحي بولاية الأعصابة. بداية الدكتور، ما مستوى التعاون بين السلطات الإدارية والصحية على مستوى ولاية الأعصابة والمجتمع المدني من أجل الحد من انتشار الوباء عبر ضبط الإجراءات الاحترازية؟ شكرا. هنالك تعاون متواصل بين الإدارة العامة والباطل الإدارة الجهوية وكذلك السلطات الإدارية على مستوى الولاية والمجتمع المدني. خلال الأيام الماضية هنالك اجتماعات لتقويم خصوصا اللجنة الجهوية لمكافحة الأوبئة حول تقويم الحالة الصحية في الولاية حاليا، ما هي الاحتياجات وكذلك ما هي الأمور المتوفرة حاليا لمعرفة النواقص. هنالك المجتمع المدني أيضا يتدخل عبر المنظمات غير الحكومية وكذلك عبر التجمعات الأهلية في المجتمع المدني وكذلك المنتخبون
في تعاون تام من أجل الوصول، من أجل اتخاذ الإجراءات الاحترازية من طرف المواطنين على عموم الولاية. جميل دكتور. دكتور حدثنا عن مدى توفر اللقاح على مستوى الولاية. اللقاح متوفر الحمد لله بأنواعه الثلاثة. الكميات بالسينوفارم الصيني، السينوفارم بالنسبة للجرعة الأولى والثانية، وكذلك أسترازينيكا بالنسبة للجرعة الثانية. كذلك متوفر لأن احنا مستهدفين على مستوى الولاية إن شاء الله أن نلقح 26,000 ما يربو على 26,000 من المواطنين في هذه الولاية. هذا هو الهدف، وندور نوصل إن شاء الله كيف الوزارة رسمة هدف أن توصل شيء 60%، احنا إن شاء الله ندور كان نوصل 70 إلى 80%. ومتوفرين حاليا على 25,000 من لقاح جونسون جونسون، هو اللي إن شاء الله اللي تبدأ به الحملة إن شاء الله غدا بعد غدا. دكتور تحدثت منكم يسوع لكم في تلح قوة 26,000، درا كان ذا الرقم عندكم من اللقاح باركتيا كان متوفر عندكم من نوعية استرازينيكا ونوعية سينوفارم؟ نعم، سينوفارم متوفرة للجرعة الأولى والثانية، واسترازينيكا عندنا منها كمية للجرعة الثانية فقط. كميات، ندور الكميات عددهم دكتور. الكميات إلى اليوم اللي هي السينوفارم عندنا منها ما يزيد على 3500 جرعة، وبالنسبة لأسترازينيكا ما هي ل 450 جرعة. جميل، نعود إليكم دكتور هنا. شكرا جزيلا لكم دكتور. هم في كيف عندهم حوالي عدد الملقحين؟ عفوا، عدد الملقحين واصل دكتور؟ عدد الملقحين اليوم على مستوى الولاية الحمد لله 11,727 شخص لقحوا على مستوى الولاية، ما أغلبهم طبعا نسبة ما يربو على 95% منهم هو عبارة عن الجرعة الأولى و 1100 يعود الجرعة الثانية. جميل، شكرا جزيلا لكم دكتور. ما هو تفسيركم لهذا المنحنى اللي مرة يطلع ومرة يقل الحالة الوبائية على مستوى الوطن؟ طبعا قبل هذا لهنا نفسر شوي ذي النقطة المتعلقة بوجود اللقاحات. فم خزانات مركزية على مستوى نواكشوط، الوزارة بصدد بناء خزانات اللقاحات في كيف يقر ما فات وكتملوا بصفة نهائية. طبعا في مشروع يتقدم لك على مستوى النعمة وعلى مستوى بعض الولايات، مثلا هذا اللي قال له ديبو ناسيونال دو فاكسيناسيون لا يعد له ديبو ريجونو، عبارة عن قالهم لي شامبر فروات كبار يعودوا يرفدوا اللقاحات. يقال بعد الوقت الحالي موجودين على مستوى نواكشوط، عندنا قدرة على استيعاب اللقاحات جيدة جدا على مستوى نواكشوط، وبالتالي دائما تسييرهم يتم من نواكشوط يمشاوا اللاب نسب ما هي كبيرة حتى من أجل ما يملاو القدرة الاستيعابية على مستوى الولايات. وهو اللقاح كوفيد ما هو وحده، لقاح كوفيد في الوقت اللي هو يستعمل معه العديد من اللقاحات في إطار البرنامج الوطني للقاحات الأطفال اللي تعرفوا كاملين، النساء الحوامل وذا كامل. لكن الآن الدكتور لما لا يعلو صوت فوق صوت كوفيد 19 إلا أن الحياة تستمر، حتى أن الحمى والنازلة ما تنسوا عنه لحمة الناموس، إلا أن الحياة تستمر مع كوفيد 19 والدولة ووزارة الصحة ملزمة بإعطاء لقاح شلل الأطفال، وملزمة بإعطاء لقاح تيبركيلوز، وملزمة بإعطاء اللقاح السداسي اللي فيه ذي الأمراض كاملة اللي انقضى عليها واللي كانت أخطر هي من كوفيد 19، ولازم يتم تواصل حماية المواطنين وحماية الأطفال ضدها. هذا بالنسبة لنا ما هو شيء قد يعود يقرقع إذا ما هو متعارض. هذا هون اللي نقول لك على أن الأعداد تقدر تعود ما هي كبيرة جدا اللي هي
لأعداد الجرعات المتوفرة له يمشي منها تقريبا لا وجه هذه الحملة ذي هي اللي يستعمل في الحملة ذات عاد عندهم. هو قال لك على إنه عنده دوزة 26,000 من 25,000 من جونسون آند جونسون هي هي لا يستعمل في ذي الحملة. وأكثر استغراب من 5,000 من أسترازينيكا. بالنسبة لأسترازينيكا لأن حتى في نواكشوط يقولوا لك أنهم يجوا دور الجرعة الثانية ما يراه موجودة موجودة يقال فهم إسباقية فما سباقية أصحاب الجرعة الثانية عندهم أصحاب الجرعة الثانية فما سباقية موجودة على مستوى الداخل يقدر مولي على مستوى نواكشوط فعلا واستعملت بها اللي ما يقدر من الناس ما احترم ذيك السباقية حتى بلي هي من شهرين إلى 4 أشهر. الناس اللي قاربوا إلى 4 أشهر طبعا لا يجبروه أوتوماتيك ما الناس اللي قاربوا إلى 3 أشهر لا يجبروه. يقول الناس من كيف نموفين شهرين مازالوا سابقهم ذوك الآخرين. هي موجودة ومازالت متوفرة حتى الآن في نواكشوط يقير تنجبر حسب أسباقية معينة حسب قدم الجرعة الأولى. وطبعا في استثناءات الناس اللي مسافر أنا ملاحق ما قد يجاوز 4 أشهر حد دور ثاني لا هي قاع ما لا كامل ما ملاحق معاها اللي هي لا يتجي في نهارين والله 3 العدد كامل ودورت وعدل لها حملة كيف قلت لك قبيل ودورت ولقح فيها الناس كاملة. يقير لي نقول لك باطن اللقاحات على أنها تسير من تسيير من نواكشوط هون حتى قاعد تسير تسيير دولي في شوف المنطقة بين اللي احنا هون شمالنا مستعملين ومازال مطروح ان عندنا قرع مازالوا موجودين على مستوى هذه المبادرات ما هم جايين بين اللي يتحرمون يستعملوا اللي موجود عندنا. جميل دكتور ما هي خطة القطاع المستقبلية من اجل رفع نسبة الملقحين؟ هذه اللي كنا شادين اخبار هذه الحملات اللي هي مبارك. زيادة حملات التوعية والتحسيس إلى أن يقبل قاع المواطن عليهم بصفة أوتوماتيكية ودمات لأننا محتاجين نتكلفوا الجهد ونتكلفوا الماليات نوصلوا له اللقاح عاد هو اللي هيجي إلى أن توصل ذيك المردة نختار اللي هون نقول للمواطنين يا اللهم يتحلوا شوي من الصبر به اللي إحنا نجبر الناس هون في نواكشوط تبطت لود اللقاح وهو متوفر في نقطة صحية اللي قريب منهم يقرقع ما قاسوها لا بد لهم من ينقال لهم لأنهم يوسط لهم والله يلود لهم لرقاجي لا هو متوفر متوفر جميع النقاط الصحية وخدمة مجانية وخدمة موجودة إنه الناس يتحلوا بالصبر ومش بارك قدامه 4 رواقج ولا 5 يتحرى دوره. أماكن التلقيح جميع المراكز الصحية والنقاط الصحية هي أماكن للتلقيح حدش ولا جبر والله ما تيسر له نفس الوقت يعرف على انها ستين اكسبسيون على ان الحاله الطبيعيه لا على انه متوفر وانه موجود. دكتور كوفيد 19 نحاربه مرحلته الاولى والثانيه بنفس اللي كنا نحاربه به تباعد الكمامه. هل هناك من جديد بخصوص الموجه الثالثه وكوفيد دلتا هذا أم أنكم تحاربون بنفس الآليات اللي الموجة الأولى والثانية حتى؟ بالنسبة للدلتا لا نفس هو لا نفس الفيروس هو لكن تحور إلى نحو 13,000 مرة تحور غير لين تحور زادت فيها لا معامل واحد هو معامل هو معامل سرعة انتشار لأنه خارج شين قالوا R0 كان عنده قابلية انتشار إن شخص واحد كان قاعد يعدي بين 3 و4 رواقيج ضرك عادي يعدي حتى 6 أشخاص طبعا اللي نعود ما هو ملقح هذا الارزرار هو لك يقضي الى واحد اللي نعود رقاج ملقح يعود مات لا يعدي ما هو الفوقاني رقاج واحد وقال على ان ايضا الملقح لانه قد يعدي قابل طبعا يقال بدل من 6 يعود عاد واحد تنقص قابلية عدوائيته ل6 مرات وبالتالي هو نفس الفيروس ما زالت عنده ما تغيرت وسائل العدوى وبالتالي ما زال نفس الفيروس وعنده نفس الإجراءات ما أطرى فيها سبة واحدة. جميل دكتور مندرة نتخطى وشر مرحلة أخرى مندرة شنو هي نوعية علاقتكم بزملائكم على المستوى العالم الآخر خاصة الأوبئة والمختبرات من أجل جديد معرفة هذا الفيروس؟ فيها اجتماعات يومية وفيها اتصالات يومية في منظمة الصحة العالمية اللي تنسق الجهود في العالم كامل في محاربة الأوبئة وفي مراكز المحاربة الأوبئة على مستوى إفريقيا وعلى مستوى العالم احنا وهي نشتغل بصفة يومية في نظام عالمي في قوانين عالمية تلزم أي دولة بأنها تصرح بالحالات اللي فيها بصفة يومية فم
فهذا كامل مرتبط، كامل مرتبط، ما فهم ما فهم اي شيء المعلومه اللي في اي بريده من العالم، ما في احتكار، بصفه يوميه، بصفه يوميه تقاسم معنا، واحنا اللي معلوماتنا تقاسمهم بصفه يوميه وملزمين بها مع العالم كامل، مع دول الجوار ومع المنظمات الدوليه العامله معنا ومع شركائنا الفنيين والماليين اللي موجودين معنا. احنا وهما نفس الخطط نشتغل عليهم، احنا وهما اجتماعاتنا ولجاننا مشتركة ما نعدلوا أي لجنة ما هم ممثلين فيها. هذا العالم مرتبط، العالم واحد. ربما البعض الآن دكتور يتساءل أن هذا اللي قال له كوفيد 19 عاد ربما حالة مزمنة وأننا اللي نتعايش معها إلى أكبر كم ممكن، إلى متى يمكن أن نصمد بهذه الكمامات وبهذا التباعد ونحن مجتمع معروف على أن مجتمعات الداخل حتى مجابهة يمكن أن نصمد إن شاء الله إلى نهاية السنة والله الفوقاني هذا كامل الفصل الأول من السنة الجاية إن شاء الله يوم هذا كامل نبلغ بنسبة التلقيح 60-70% ويرجع كوفيد 19 تعرف كيفاش يرجع كيف برنامج كيف باليديسم هذا اللي ترايديه والله كيف شلل الأطفال يعود عنده مجرد خلية في الوزارة والله مجرد مكتب في الوزارة يتابع المرض اللي هو والحياة تستمر إن شاء الله. إذا شكرا جزيلا لكم دكتور محمد محمود العلي محمود المدير العام للصحة والكلى، شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعلومات. الشكر موصول أيضا للمدير الجهوي للعمل الصحي بولاية العصابة الدكتور محمد أحمد العبدي، شكرا جزيلا لكم، كنتم معنا من ولاية العصابة. هذه تحيانا جميعا، دمتم في أمان الله وحفظه. مشاهدينا الكرام، هذه تحياتي وتحيات المخرج أحمد سالم والبوبوط، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم.